الاجتماع، لابد أن نجتمع، لأنه قال الجماعة ولا نتفرق، لكن نجتمع ولا بد على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. ولهذا عندما يقرأ الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد، لا يقول إياك نعبد، يعني نجتمع يا رب على عبادتك. لابد أن نجتمع ولا نفترق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون.